الحوار الوطني للتعمير تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو وتحت الاشراف تاع وزاره السكنه والتعمير وسياسه المدينه اللي كان في هذا اللقاء مجموعه تاع الورشات من اجل انه باش ترفعوا مجموعه تاع التوصيات في هذا الحوار ويتخذ بها في الاعتبار. في الورشات اللي كنا ناقشنا مجموعه المشاكل منهم تقدم القوانين، فلا يعقل ان القوانين تاع المؤطره للقطاع اللي هي 1290 و 2590 قوانين اللي مرت عليها تقريبا واحد 32 سنه، دونك ما بقاش صالح لهذا الزمان اللي كنعيشوا حنا لا المكان ولا الزمان، دونك خصنا ضروره التفكير في مراجعه هذه القوانين، وهذا هاجس غادي يكون على عاتق النخبه البرلمانيه المكلفه بالتشريع. لا يعقل كذلك انه ناقشنا مشكله رخص اللي هو برنامج رقمي مؤطر هذا القطاع. رخص كاين شواهد اللي ما كتابليكاش في داخل الرخص، وخصوصا شواهد الربط اللي كيعانوا منها جل الساده رؤساء الجامعات وخصوصا الجامعات المحيطه بالمدن. ناقشنا مشكل ديال العقار وتنوع العقار فيما يخص الاراضي السلاليه، اراضي الجموع، اراضي الملك الخاص للدوله. يجب التفكير في ايجاد حلول لهذه المساله. ناقشنا مساله التصميم تاعها وخصوصا التصميم هي تاع الجامعات المحيطه بالمدن، خص تكون واحد لاكوغونس، واحد الانسجام في التصاميم. ما يعقلش لا يعقل ان يكون هذاك التصميم تاعها ويكون واحد الفيد اللي كيكون مع المدن، كيولي هذاك الفيد مطرح تاع الكرافا وديال السكن الغير لائق. هذا هو اللي كاين، ونتمنى من الله ان التوصيات تتخذ بها على فعل الاعتبار، وشكرا لكم.